الهدف تقبلنا مع المنتخب الوطني من اللي سجل بالخطأ بوحد الدوس ضروري غتكون واحد شوية تعصبنا شوية وهذه، ولكن كرة القدم هي ديما عندك ما دير فهمتي، واللاعب خطأ وسجل بوحد الدوس لاعب زعما في مستوى ماشي شي لاعب هادي، واخطأ اي لاعب كبير كيخطأ فهمتي، وهذا الشيء عادي في كرة القدم وما مقلقين على بوحد الدوس ما حتى شي حاجة. انا باش نقول لك هذاك الشيء كتبوا الله، هذاك البيت جابوا الله كتبوا الله، ما عندهم ما يديروا حتى شي حاجة والو، تيلعبوا مزيان ما لعبوا مزيان كشي بغى الله ما عندهم ما يديروا والو. ما كيتوش فاش تسجل؟ لا علاش غنكعوا كورة هذيك؟ علاش غنكعوا حنا هذيك كورة؟ شحال من فرقة غتخسر دابا؟ غيخسروا غير هما، غنشوفوا ان شاء الله اش غنديروا مع البرتغال ان شاء الله. بوحد الدوس اي لاعب تيمارك على المرمى تاعو. تقبلناها في الاول كانت شويه صعيبه في الدقائق الاخيره وداك الشيء، ولكن في الاخر الحمد لله هذا الشيء اللي عطى الله، هو مسكين ما دارش بلا هاني، وهذه كره القدم. سامحين والله يسامح الجميع. كيتحملها كيتحملها اللعابه كاملين، كل ماركينه بيش ولا جوج قبل واخا يتماركا عليك بيش في هذيك الدقائق الاخرين ماشي مشكل، غتلقى جوج واحد تعادل يبقى عندك حظوظ. دابا عندنا عاوتاني حظوظ ان شاء الله وتيقين في المنتخب. تقلقتوش؟ ما تعصبتوش؟ اي واحد غيتقلق، كلشي غيتقلق، حتى اللعابه غيتقلق والمدرب غيتقلق، ولكن من بعد المقابله نراجعوا الاوراق ديالنا ونشوفوا شنو خاصنا. وهو بالنسبه للماتش ديال المغرب مع ايران، كان زعما المغرب لعب من احسن لعب حتى من ايران، ولكن البيت ديال بوحد الدوس في اخر الدقائق قتل الماتش فهمتيني، وما كناش متوقعينه وكل شيء لا من لاعب بوحد الدوس، ولكن خطا كيوقع فهمتيني، ما صدفه جات.